ده انا معايا دكتور محمود عزب، مستشار شيخ الازهر. مساء الخير دكتور محمود. مساء الخير يا سيدتي، اهلا اهلا وسهلا. بحضرتك يا فندم. أهلا. انا عايز اتكلم الاول عن زياره شيخ الازهر للامارات العربيه المتحده وتداعيات وثمار هذه الزياره يا دكتور محمود. شكرا جزيلا سيدتي، على الاقل والله انت عندك ذوق وانت من بتوع النقد الصحيح. شكرا لحضرتك. يعني قال برضو حاجات كده، يعني الازهر مش ظلام ولا هو الحقيقه. طبعا لا طبعا، كلنا نفتخر بازهرنا وشيخنا الكبير. اتفضل. هو ازهر مصر وحاميها، وهي مصر تحت الازهر، مش اي حد تاني، الشعب المصري كله. صحيح. هو طبعا الامام راهب جايزة، هي من أحسن يعني واحد من كبار شخصيات العام اللي أنجزوا لخدمة الإسلام والمنطقة، واللي قام بدور وطني كبير جدا في جمع شمل مصر وفي حراسة الشريعة الصحيحة الوسطية بمؤلفاته كأستاذ وكرئيس جامعة سابق، ويعني بصفاته المختلفة حتى الآن إمام أكبر للأزهر. وكان طبعا شيء جميل جدا إن أثناء وجوده في سياق ما احتراما لمصر أولا وله ثانيا، لأن مصر أكبر من الجميع، إن هو يصدر قرار العفو عن 103 مصريين كانوا في السجون أو معتقلين. وده شيء طبعا رائع جدا. ده كان بمناسبة زيارته الإمارات يا دكتور محمود. نعم يا فندم. تمام. يعني هي دي، وكانت كرامة لإمام أزهر على قد قامة الأزهر وعلى قد مصر العالية الكبيرة جدا اللي الكل بيحترمها في هذه اللحظة، وهي بتستعين مع أزهر قوتها. طبعا ده شيء يعني جميل ومشرف لمصر أولا، لأن الأزهر أخو القاهرة التوأم وتمن الثاني. أوكي. تمام. والجايزة بقى هل تبرع بيها للدولة كمان؟ الجايزة تبرع بيها، وبعدين كمان الإمارات بشكل كريم جدا، مبلغ ضخم جدا، تبرع لمكتبة الأزهر الشريف اللي الإمام عايز يعملها على نمط مكتبة أكسفورد والمكتبات العالمية الكبيرة اللي تليق بالأزهر الشريف كأعرق جامعة في العالم. تمام. وهو طبعا الجائزة، لأنه أصلا الإمام ما بياخدش حتى مرتب، بياخد مرتب رئيس جامعة فقط. وحتى في المكتب الضيوف كلها هتبقى على نطاق الامام، هو بيستضيفهم لانه راجل كريم، وبالتالي الفلوس مش هياخد منها حاجه اطلاقا. تمام. هذا هو طبعا الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، اللي الحقيقه ما احناش يعني محتاجين نقول اكتر عليه، الحقيقه هو يعني تاريخه يتحدث عنه افضل. عايز اروح لموضوع التسمم يا دكتور محمود. هناك من ربط يعني امبارح والنهارده ما بين هذه الزياره والتكريم لفضيله الامام الاكبر وما بين هذا الحادث، وهناك من يرى انه لا، ان هناك نوع من الاهمال، نوع ما من الاهمال، بدليل انه الحادثه اتكررت مرتين في اقل من شهر واحد. حضرتك يعني بتقيمها ازاي؟ والله هو طبعا اللي انا عايز اقوله انه التكرار والنمط ده بيستدعي من الشعب المصري كله، المواطنين يفكروا هو ليه وازاي، دي قضيه ثانيه. لكن الامام، وده الخطير والمهم في الموضوع، لا يتستر على اي اهمال او تسيب او تراخي في اداء الواجب، رقم واحد. ولذلك وهو هناك قبل ما يركب الطياره اتصل بمصر رئيس الوزراء وطلب منه تكثيف عدد سيارات الاسعاف من وزاره الصحه عشان الاسراع بنقل الطلاب المصابين، وطلب موضوع النيابه العامه بسرعه للتحقيق قبل ما يركب الطياره. وبعدين اتفق مع رئيس الوزراء ان تكون لجنه من وزاره الصحه تشترك فيها كليه الطب البيطري والزراعه في الازهر في الاشراف على الاطعمه والكشف عليها اليومي قبل ما تقدم للطلاب او تخزن، وافادته بتقارير، وعين احد كبار عمداء الجامعه الكليه اللي هم اهل الثقه انه يكون موجود في اللجنه، وهتشتغل ابتداء من الغد. وزاره الصحه ضليعه فيها موجوده. وطلب تقارير يومية، والأول ما تتبين نتائج التحقيقات كل من تسبب في هذا الإهمال يعني ينال عقوبته اللي القانون يقررها، سواء إقالة أو فصل من العمل أو جزاء، أي حتى لو وصلت السجن. الإمام ليس أمامه كبير على القانون على الإطلاق. تمام. دي تعليم. نتمنى أن يكون مصر كلها، كل الجهات اللي وصلت هذا النوع من المشاكل، أنها تحذو الإمام بهذا الشكل.
بالتأكيد هي تعليمات يعني سريعة ومهمة جدا وجيدة من فضيلة الإمام الأكبر، لكن برضو عندي يعني هرجع لنفس السؤال عن الربط ما بين ما حدث من حالات تسمم تزامن مع تكريم شيخ الأزهر في الإمارات، خصوصا أنه البعض بيطالب على إثر هذه الحالات من التسمم، البعض بيطالب بقى مجددا بإقالة شيخ الأزهر، ومنهم يعني عمر محمد مرسي ابن رئيس الجمهورية من خلال حسابه على تويتر. والله أنا بدون ذكر أسماء أرى من المهاترات ومن الخلل إن حد ينطق بهذا، لأن لا أحد يقيل شيخ الأزهر بعد استقلال الأزهر بتعديل قانون المية 3 سنة 61 وبعد هيئة كبار العلماء المشكلة اللي هي صاحبة الأمر والنهي في التعامل مع شيخ الأزهر اللي هو أحد كبار رجال هيئة كبار العلماء رقم واحد. إنه رقم اثنين الرمز الأعلى لمصر واللي بيقوم بدور في المرحلة الحاسمة المرحلة الانتقالية دي في جمع شمل وطن معرض للأخطار ودوره وطني. إذا البعض تصور إنه دور سياسي وإنه بينافس حد أو له ند، شيخ الأزهر فوق الاختلافات وفوق الأحزاب وفوق التيارات ومشترف في أي معادلة، ومن عدم الانضباط وعدم الوعي وعدم العقل وعدم الوطنية أن يزج به وأن يعامل إنه البعض يقول هذا الكلام، ولكنه أرى أحيانا أنه لا يستحق الرد لأنه مواطن الشارع العادي يعرف تماما قيمة الأزهر وقيمة شيخ الأزهر. تمام، أنا بشكرك جدا الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا ليك.